من فترة مر على طريق الشام كاميون تابع لنقليات المبادرة السورية. كاميون مليان عفش. كاميون تابع لنقليات المبادرة السورية ناقل نقل كبير من لبنان واخدها على الشام. وطريق الشام بتودي على الشام. قنصوا علي كتير، قوصوا علي كتير، بس ما صبوا وضل مكفي على طريق الشام. كاميون محمل من جميعه، متروس ترس غراض وكلاكيش، محمل كنبيات، محمل قطع غيار من سيارات مفككة، محمل نواب، محمل جواسيس، محمل تريات من القنطارة، محمل عملاء رايحين مفجمين، محمل سجاد عجمي، محمل شاعر عنده قصيدة بتقول: شجرة شقت نسيمها أيا جرورا في الدرسوار عانقني عليلا عليلا عليلا. محمل الشاعر هو وقصيدته والجرور والدرسوار. كاميون محمل ملفات تحقيق بمقتل معروف سعد وبمقتل لبنان وبحادثة عين الرمانة. محمل وزارة البرق والبريد والرعد والشتاء، محمل حجار أرميد النجية، محمل فنانين، وفي واحد منهم واقف بين هالغراض وعم بينظم قصيدة على الطريق: يا سوريا عز قدام، يا أفضل صورة رسام، وما به الهلال الخير غير ما يمرق فوق الشام. محمل خشب صنوبر وتجار خشب صنوبر وغير صنوبر. محمل خارطة لبنان القديمة وملاعق فضة وشوك من كليمونسو. محمل برادات وتلفزيونات، وبواحد من التلفزيونات طالع صورة الأحدب عم يقرأ بلاغ رقم واحد. محمل صحون وبلاط وبيارق لبنانية وكرافتات. محمل صناديق وسكي وصناديق سيادة. محمل قروط موز من الدمور، ومحمل شباب من البقاع على المز. محمل استنكارات كل شي في دول ضد التدخل السوري. محمل بنك سوريا ولبنان واخده من لبنان ع سوريا. محمل درفات بواب، مسكات، شبابيك. محمل عسكر سوريين استشهدوا بلبنان وما عرفوا ليش وراجعين يتسلموا لأهلهم إذا استرجوا أهلهم يسألوا عنهم. محمل الآلات الإلكترونية من المطار، ومحمل برقيات استغاثة من أهالي عكار والمتن وجزين كانوا معه من الأساس بالمجيء وهلأ مرجعهم معه بالرجعة. محمل غسالات ووفود لتقريب وجهات النظر وحنفيات. محمل كاميونات لتحميل البضاعة. محمل معه حكومة بشامون ووضيع صبرة والفرقة اللي سجلت النشيد الوطني اللبناني. محمل سلامنا للشعب السوري اللي أكيد مش عارف شو عم يعملوا حكامه بلبنان وقاعد ومسكر عليه كل شي فيه حيطان سميكة. محمل تراكتورات وآلات تجيل وقمصان وبنطلونات وفانيلات، ومكتوب فوق النمرة الورانية تبع الكاميون: راجع بإذن الله. شو راجع تعمل؟ راجع تعمل نقلة تانية.